بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم استكمالا لبرنامج افتتاح الحدائق الساحات المفتوحة. اليوم افتحنا 3 حدائق جديدة في العام الجديد. مجموع من العام الماضي إلى الآن أكثر من 70 حديقة، وإن شاء الله عندنا 45 حديقة في هذا العام، وعندنا برضو الساحات البلدية، عندنا 50 ساحة بلدية إن شاء الله سنبدأ في افتتاحها إن شاء الله خلال الأسبوعين الجاية على مجموعات. الأمانة أحد أهداف الاستراتيجية هو الاهتمام بالساحات المفتوحة والحدائق، لأن في الحقيقة يعني بتعطي نوع من المجال لسكان الحي، سواء كان رجال، سيدات، أطفال، للاستمتاع بأوقاتهم. وكل ما أتمناه إنه نعمل سويا على المحافظة على هذه المناطق. هذه المناطق الدولة دفعت فيها مبالغ لإنشائها، ونتمنى إن شاء الله من الجميع الحرص عليها، لأنه في النهاية بتخدم الحي والمنطقة. شكرا.